فدوى بالك متخرقين جمال ربتينا صافي اخليهم اخليهم ماشي مشكل حيت عندنا الميكرو قراو من جهه شوف داكشي واجدين بدا خليته يدخلوا متتبعين وبدا كلشي الوثائق ديالك هو واجد كلشي كاين كلشي كاين الحمد لله انت عندك الوثائق ديالك انت باين عليك بدا اول من الاول اه بما ندخلوا متتبعين ندخلوا متتبعين ديالنا ونبداو واجدين صافي باش نوريك باش نعرفوا واش نديروا كل حاجه إذا حنا ماشي ظالمين ولا شي حاجة، حنا قانونيين مظلومين مظلومين، حنا مظلومين المشكل حنا عندنا غير في هاد البلاد ونخدمو في هاد البلاد وما كاينش السواقع ما عرفتش هادشي اللي واقع ما عرفتوش شنو هو اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء بالضبط من درموني شريف حي محمدي درموني شريف كلشي ولا كيعرف حي محمدي درموني شريف كلشي ولا كيعرفو بسبب واحد الدار اللي طاحت وماتوا فيها الناس وصدق كلشي الديور اللي هنا كلها الى السقوط وكنشوفو دابا يومين طاح الدار اخرى عاوتاني اللي كتشوفو واحد الفيديو موثق ان الناس خارجين هربانين والدار كطيح جينا عند خونا جمال خونا جمال غني على التعريف معروف هنا في درموني شريف كاع الناس كيعرفوه الناس الاولين خونا جمال اللي صغير وكبير بغى يصايب شي وثيقه كيوريه الطرق القانونيه منين تمشي سير هنا وسير هنا وسير هنا كيوري الناس اللي كان اللي كتجينا واحد القضيه غريبه ان خونا جمال ما عندوش لاكارت ناسيونال هو كيوري الناس شنو فين يمشيو وما عندوش لاكارت ناسيونال يعني من العيب والعار ان السيد من 2020 هو كيمشي باش يصايب لاكارت وزياده وخلوق هنا وهاد السكنه هادي من 2017 تحول سالا في درب واحد كيتحول تحول وكنلقاو هو والزوجه ديالو الابنه ديالو ما عندهمش لاكارت ناسيونال ملي كيمشي عند القيد اللي تابع لدربوني الشريف ما كيلقاش معاه شي حل باش يخرج ما باغيش يعطيه شهاده السكنه غير ان السيد راه عنده لاكارت الاخرى القديمه كتلقاه زياده وخلوق في درموني الشريف من 2017 في هاد السكنه وانت ما باغيش تعطيه شهاده السكنه علاش وكتقول ليه خرج لحقاش البيت المجاور اللي على المنزل ديالو طاح فين غيخرج هاد السيد راه اي بلاصه غيمشي كريفا كيطلبوا ليه لاكارت ناسيونال ما يمكنش شي واحد يجي ويسكنو وانت اللي خصك تعطيه الوثيقه ما باغيش تعطيها ليه هذا واحد غيسكنو احنا ما عارفينش اشنو واقع احنا كنعرفو مواطن سالت ليه مده الصلاحيه ديال لاكارت ناسيونال كيمشي كيجمع الوثائق هذا الشيء كنعرفو ملي كنشوفو هاد السيد ما كياخذش لاكارت ناسيونال كيمشي كيطلب شهادة السكنة إذا غادي نقيلة غادي يمكن يكونوا حسابات شخصية وما عرفت ما عرفت السلام عليكم السلام عليكم خونا جمال لا جمال دير قانت ساكن بدر بوشي في دار 55 لوتيسما شنو وقعك خويا جمال معاك أنا خويا دابا أنا تنسكن هنا تعرفني وأنا معروف على صعيد على صعيد العمل وتعرفوني واش أنا تنخدم مع المواطنين وخدم أنا سالت لي لاكارت سكنت هنا في 2017 سالك لي لاكارت رغم ان في هذا السيكتور انت راه انا ولد هنا زيد في درموني شريف تناخذ البطاقه ديالي هنا المره زيده في هذا الدار انا الوثائق كلهم الحاله المدنيه ديال المهم كل شيء المهم مشيت لعندهم مقدم اول واحد هو طردني هو المقدم حدا الثانويه في واحد البلاصه قال لي لا ما تدخلش معايا هذا الباب انت كنتي مع واحد القايد كذا من هنا على سي واحد ما نجبدوش الاسم ديالو المهم هضر شي هضره ما بغيتش انا ندخل فيها لان غادي نقول فين قلنا وقيله كاين حساب كاين حسابات شخصيه لانه هو تيقول لي سير عند الناس اللي تتعرف لي يديروا ليك ويفعلوا لك هذا المقدم الوقت فاش مشيت عند القايد ما بغاش يستقبلني نهائيا هذا الشيء تقريبا تنقول لك في شهر واحد نهار 26 من 8 بالضبط ما عرفتش من بعد كتبت رساله للسيد كتبت رساله للسيد العميل حطيتها لا باش نوريه باش ما تبينش لي خليه مره الاخر وغنصور مشيت حطيتها في بيروت بيت الشكايات في شهر تقريبا في شهر واحد واثنين من بعد جات شكايه جات نقرتي هنا المهم تطلق عليا شي بالبالات هنا ما عجبوش نهائيا يعني حضر راسك وسير بحالك من بعد بقيت ثاني صابر عاود صيفط في شهر سبعه ديال نفس العام صيفط بوحده بالورقه الحمراء ديال 2020 ديال 2020 وتوسط رجعت لي هذه وانا عارف السيد العميل لان رجل انا عارفه من نهار سيد بن خيي حسن بن خيي عارفه من العماله وشتو الخدمه ديالو هضرت معاه شتو بما ان السيد مخلص للعمل ديالو وعنده غير على هذا على هذا ولكن الناس اللي معاه الله يهديهم محال واش توصل بهذه الرسائل ديالي انا تنقول لك ارجعوا بلا ما يتوصل بهم ولو كون شافهم
لو كون جاوب السيد العام غيحل معايا المشكل، انا عارفه شكون تيش درت السيد العام وترجعوا من العالم. الله هذا مشكل ما عرفتش. دابا هاد الايام كنت مشيت بعدا اولا باش نكونوا مبسوطين، مشيت بغيت ندير دعوه ما تقبلتش في الدعوه، قال لي خصك محامي اولا بغيتي دير مساعده في المحكمه الاداريه، قال لي بغيتي دير مساعده قضائيه خصك تجيب شهاده السكنه. قلت له المشكل هو شهاده السكنه، حالوني شي ناس على القسم ديال مؤسسه الوسيط، انا حط الدوسي في شهاده. دابا انا تنتواجد هذا اليوم تنتسنى نهار 26 في شهر 12 2002 ولا البارح نهار هذا، رابط هذا الدار اللي بجنبي بيني وبينهم دار، هما في الزنقه اربعه وانا ساكن في لوتيسما دار 55 بيني وبين دار. بحالي بحال الناس بلغت جريت انا درت داكشي اللي خطر قدر عليه، ما علي بحال المواطنين عادي راه عارفيني. تقريبا مع 11 ولا هي 10 ونص تيتصل بيا القايد تيجي لعندي تيضحك تيقول لي قانت مالك تعاون معانا. قلت له انا فيد انا ما هرمان حتى شي من المعلم، ولكن ما عنديش الوثائق ديالي، انا ما عندي لا كارت ناسيونال. قال لي علاش نصاوب لك الوثائق ديالك غدا نصاوب لك الوثائق. تيضحك قال لي راه عندك شي مشكل مع نساب، وانا ما عندي حتى شي مشكل مع شي نساب ولا شي حاجه، انا ساكن الرواسب عندي مقيليزين مصوبين، عندي التزام ديال مولات الدار، عندي جوج رواسب وعندي حتى البطاق، عندي من عند المقدم في ايامات الجائحه عندي وثيقه تيقول لي بما ان ديال حريه التجوال ومسينا لي بيدو، راه تيم صيفط العمله ومصيفط للناس المسؤولين. تيقول لي ملي جا تيقول لي، قلت له بعدي بسميت المراه هما الرواسب، بسميت المراه ومقيليزين جوج رواسب، واحد فيه شحال شوف واحد شحال فيه زمان تصنف ما قاش ديال شي واحد من عنده. المهم عندي واحد المجموعه ديال هذا، واحد راه فيه شي خمس شهور وواحد فيه شهر 2000 واش عندي كل شيء، عندي التزام ديال مولات الدار تقول لي بما انك تسكن عندي كاين شهاده ديال عندي شهادات عندي المهم ما عليناش المهم ما عليناش. البارح مازال مشي لعندو تنجمع الوثائق هما بجيبي، قال لي لا ما غنعطيكش توب لاكارت، انا نعطيك شهاده باش تستافد. كيف دير لاكارت مثال راه كاينه البنك كاينه الكيليزاسيون كاينه عدم الملكيه الوثائق تابع. قال لك لا سير خرج وشد وجي نعطيك شهاده اداريه باش تستافد، واي بلاصه تحولتي ليها انا غنهضر مع المقدم يصاوب لك لاكارت ناسيونال. انا ما فهمتش تهضر لي مع ذاك المقدم وانت بيدك الصيف اي مقدم اي قايد مشيت هذا القايد البارح تيقولها لي في الطوموبيل ورا المهم في الطوموبيل، جا واحد السيد ما نذكرش الاسم ديالو مشى ركب معاه في الطوموبيل لا ذكر الاسم ديالو، وتيقول قلت له اودي جات عنده النست المراه وتيقول لي انا وتيقول انا شاهد انا ملي جيت القيد هذا انا ملي جيت ساكن ملي جيت نخدم هنا لقيتكم ساكنين. وكيفاش السير تتمشي لشي عام شي عماله اخرى ولا سير لشي تتحول وعيط القايد اللي تما ما يصاوب لك ونقعد معاك ونصاوب لك هذه الهضره ديالو هو. قلت له كيفاش غتصاوب لي؟ علاش ما يصايبش لك الدار ديالك انت اللي ولي ساكن؟ قلت له صاوب لي انا البطاقه ديالي. هذا شي منطقي ما عرفتش انا بغا يدير لي هو ما عرفتش انا اش بغا يدير. الخبير حنا راه كنقولوا الخبير، الا كان معقول ها السيد عنده الرواسه ها السيد ساكن هنا وانا كنعرفك ساكن هنا، انا كصحابي كنعرفك ساكن هنا وانا من واحد من ابناء ديال هذه المنطقه يعني كنعرفوا جمال شكون وجمال فين كيسكن يعني باش واش المنطقه ترى معروفه على صعيد العمال ما ناخذش شهاده السكنه ونصيب لاكارت ديالي راه ما غيدخلك حتى واحد وما غيسكنك حتى واحد ولا استفدتي وتقيدتي راه اي حاجه غيطلبوا لك لاكارت ناسيونال الا ما عندكش لاكارت راه ما عندك والو. ودابا انا المشكل راه ماشي معروف على صعيد العمال انت اصلا دابا حاليا انت والعائله ديالك راه مجهول لهم مير بلا انا ما عنديش دابا تيقول لي سير دير اللي بغيت ما فهمتش انا هادشي منين جاي ما عرفتش واش من المخدم واش من القيد. مشات المراه عنده تقريبا اسبوع دابا راه كما صرحت بها هي مشات عند واحد الاسبوع ما بغاتش تستقبلها صيفطها عند القيد عند المقدم قال لها انت مر جمال لا 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 ما عرفهاش الوقت اللي قالت لي انا ساكن في الدار قال لها انت مر جمال لا 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 ما نصوبش بهذا اللفظ هذا المقدم ماشي المقدم تيقول لا بهذا اللفظ انت مر جمال لا 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 ما نصوبش. جمال مالو واش فيه تيدق انا ما فهمتش جمال مالو انا ما عرفتش علاش انا بغيت نعرف علاش واش انا ماشي مواطن ما عنديش مواطنه في المغرب ماشي تحت الرايه ديال صاحب الجلاله وتحت السلطه ديال صاحب الجلاله ما فهمتش. سيد العميل انا تنعرف العمل ديالو العمل ديالو جبار في هذه العماله من نهار جا راه جميع الكاريانات انا شفتو كيفاش دايرين شنو بينك وبين هذا ما عرفتش انا اش بين هو اللي عارف اش بيني وبينه انا اللي عندي المهم واحد هو تيقول انا ما عارفش هو اللي عارف مضرور من شي جهه ما عرفتش انا مناش لان العمل ديالي انا شويه كنت مع شي ناس هاد الزوجه الوليدات تيبقاو ضايعين ولدي دابا انا تصور عندي دابا بنتي ما خداماش بلا خصها لاكارت وولدي الصغير تحرم من الرياده عام الاول
ما فرقه ديال هو الدري ديك واحد الدري ولد الدري بغى يديه يلعب هذا العام تيدير المصارعه وغيمثل المغرب في شي دوله اوروبيه في شهر 6 في الشهر ديال العام الجاي باغيين يديهم هما لان ولدي عنده 17 عام الدري ديال 17 عام باغيين يديروا المصارعه في دوله اوروبيه. انا دابا ولدي محروم هو عنده جوج جوائز هما جوج جوائز تقديريه هما عندهم ودابا ولدي محروم حتى هو. انا ما فهمتش انا ماشي قلت لي ما نعاودش ولا مقدم بسبب المقدم وما ورقي انا بسبب المقدم والقيد ما بغاوش يعطيونا وثائقنا. هاد الدار اللي تنكونوا فيها حنا عندنا الخبره تقول ما غاتريبش 2012 وتنعطيو تقول لك لا هذيك ما دايزاش ونزيدك انا راه ما جابوا لي القرار ما ذلك واخا عندك خبره ما غاتريبش رغم هذيك حنا لان حنا الدار جات حدا الدار حنا ما عندنا حتى شي مشكل يصوب لنا الوثائق ديالي انا نخرج انا ما عنديش مشكل انا ماشي قلت لي تهربت من الخروج ولا ما باغيش نخرج ولا ولكن تيقول لك خرج ونصوب لك شهاده اداريه بس وكيفاش ندير انا الوثائق انا خرجت انا خرجت على راسي مشيت انا تنطلب على الوثائق ديالي ما تنطلبش شي حاجه. شنو النداء ديالك؟ النداء ديالي تنطلب من الناس المسؤولين وعلى السيد العامل الله يخليه لينا راه راجل سي مخير راه من الراجل الناس اللي انا حنا شفت العمل ديالو من نهار جا انا شفتو داخل الميدان. عطوني شهاده السكن عطوني وريقه. وريقه ديالي باغي شهاده السكن وصوب لاكارت ناسيونال صافي. ما باغي حتى شي حاجه انا وانا راه ماشي راه تيعرفوني الناس على صعيد العماله. على سعيد العمل الناس كلهم تيعرف بلا ما ندير راه هما وكل واحد راه كيفاش غياخذها. شكرا خويا. الله يبارك فيك. كما كتعرفوا من مشاهدي قناه شوف تي في هذا المشكل اللي عند خونا جماعه راه كاينين بزاف ديال الناس في درمولي الشريف عندهم هذا المشكل. مشكل ديال لاكارت ناسيونال، مشكل ديال لاكارت، مشكل ديال شهاده السكنه. والناس راه زياده وخلوقه هنا وتجي تطبق عليهم لا احدهم حد وتجي تطبق عليهم واحد القرار ديال انك ما تعطيهمش شويه السكنه الناس راه زيدوا خلاص.